إقبال على معرض الكتاب الأول بمدينة سيئون من مختلف الشرائح الطلابية والمدرسين ودكاترة الجامعات، وهو يعد نقطة التقاء الكتاب والقراء ومحب الثقافة في مكان واحد، وهو ما دفعهم للنيل من بحور العلم ونور المعرفة التي احتوت تلك الكتب بين أسطرها. هذه فرصة لجميع القراء، وخاصة أن هذه الكتب لن تجدها في سواء في الانترنت أو في المواقع الإلكترونية. هذه فرصة للباحثين، سواء الباحثين في العلوم الإنسانية والعلوم الطبية، لن تتكرر. وطلعنا على كثير من الكتب، لم نلقاها حتى في النت بمبالغ باهظة، وتساعدنا كذلك على الدور الكبير. أغلب الكتب موجودة في المعرض، ولها دور كبير لنا في بحوثاتنا العلمية خاصة، وتقوية مداركنا ومفاهيمنا بشكل عام. يعد معرض الكتاب فرصة لاستكشاف عوالم جديدة واكتشاف أعمال أدبية على مستوى الساحة الثقافية، حيث شارك أكثر من 30 دور نشر من مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى عدد منها من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية مصر ولبنان، حيث احتوى المعرض على 15,000 عنوان في مختلف المجالات الأدبية والتاريخية والعلوم الإنسانية والفنون وغيرها الكثير. دير نشر، في عدة دير نشر مشاركة، منها أجنبية ومنها دير نشر يمنية. بالنسبة للكتب في عدة مجالات جديدة، في الطب، في الإدارة، في التربية، كذلك في علم النفس، كتب في الحضارة، في عدة كتب قيمة وموجودة هنا في المعرض. والزيارة اليوم ما شاء الله زي ما انت شايف الإقبال كثير جدا اليوم ما شاء الله. ما ميز معرض الكتاب في هذا العام؟ إدخال أكثر من 50 كتابا ومبحثا جديدا تعرض لأول مرة في سيئون، وهو ما يعزز الثقافة والمعرفة النوعية في مجتمعنا، إضافة أنه يمثل فرصة للقراء وطلاب الجامعات في عملية البحث العلمي والمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة في المحافظة. في عناوين جديدة كثيرة طبعا برزت لأول مرة في تعرض في محافظة حضرموت، وبالتحديد في معرض سيئون. في كتب علمية وقانونية ومحاسبية في كافة المجالات. معرض الكتاب الأول بمدينة سيئون جاء بتنظيم من مؤسسة سهام الشرق وبالتنسيق مع مكتب الثقافة وجامعة سيئون، حيث أن هناك فعاليات ثقافية مصاحبة سيشهدها المعرض تعكس التنوع الثقافي والفلكلور الحضرمي. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون.